بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحلقة ديال اليوم خصصتها للناس اللي هما بادين وما عارفينش كيفاش يشريو البيتكوين. يعني انا كنستعمل هذا الموقع هذا cx.io. هذا الموقع يعني التسجيل فيه روتيني عادي سهل، يعني بلا ما نطرقوا، لان الناس كاملين كيعرفوا يتسجلوا. ندخل الموقع، يعني انا عاد خرجت من الموقع، غادي ندخل مباشرة. لما دخلتش يعني دازت مدة وما دخلتش، راه كيطلب منك يعني كيصيفط لك كود الهاتف ديالك عبر لي سميس ولا ابل وكتدخلو، بعدا يمكن لك تدخل الموقع. بالنسبة للموقع، الواجهة للموقع هي هادي. هنا يمكنك يعني الناس اللي باغيين يشريو، يعني اولا يعني كتخصك بطاقة بنكية الكترونية اللي غادي تدخلها. يعني هنا يعني كدير اد نيو كارت، كتدخل المعلومات اللي عندك في لاكارت. كيخصك اولا يعني بعد ما كتدخل المعلومات وكتفيريفي لاكارت ديالك، ولا قبل ما تفيريفي، المهم اصلا خصك تفيريفي الاكونت ديالك. الاكونت الى بغيتي تفيريفي يعني كتجي لهاد فيريفيكيشن اللي هنا، كتكليكي عليها كتبان لك الصفحة هادي. كتدخل لهنايا، كتعمر المعلومات ديالك، يعني عفوا هنايا كتدخل جميع المعلومات اللي عندك، هنايا لادريس و بيرسونال انفو، يعني و الاي دي ديال لاكارت ديالك. من بعد كتجي لهدا فوتو او دوكيمنت، يعني في الخانة الاولى يعني كتصيفط لهم انا الصورة ديال لاكارت ناسيونال ديالك الا كانت فيها حروف لاتينية. بالنسبة لبعض الدول العربية يعني يصيفطو الباسبور، يعني اللي ما عندهمش، اللي ما كتكونش عندهم كتابة ديال الاسماء ديالهم ومكان الازدياد وجميع المعلومات اللي ما مكتوبينش باحرف لاتينيه، كيلزمهم يستعملوا باسبور. بالنسبه للمغرب راه عندنا لاكارت ناسيونال كتكون السميه بالعربيه والاحرف اللاتينيه بجوج. الشروط ديال الموقع يعني الماكسيموم فايل يعني 15 ميجا بايت. يعني الصوره تكون يعني من تكون يعني من بين هاد الشروط هذه، ممكن تكون بي دي اف احسن. يعني كاين ديزابليكاسيون ديال مثلا كام سكان، يعني تسكاني الصورة وتحملها لهذا الموقع هذا باش تفيريفي. الخانة الثانية هي ديال صورتك انت، واخد يعني لاكارت ناسيونال ديالك، هادو كاملين اجراءات. يعني وهنا كتختار، مثلا انا اخترت يعني وثيقة بنكية، يعني وكتصورها من جوج الواجهات كتصيفطها. اوكي، مع الشيء اللي كيهمنا هاد التصاور اللي كتصيفط. عفوا هادي نفسها، عفوا يعني بالنسبة اللي بغيت نشير ليه، اللي هو ديال البيطا ديال لاكارت، يعني بالنسبة لي انا ديجا جيت، يعني كيخصك تعمل المعلومات وكتصيفط صور يعني البطاقة ديالك، يعني كما حصل في البطاقة ديالها، كما حصل في البطاقة الوطنية، يعني كتشد كارت ناسيونال ولا كارت بونكير
كديرهم حدا وجهك وكتصور حتى، يعني بالنسبه لهاد المعلومات راه كلشي كيبين لهم ليكم بالصوره كما كان، يعني كتستوفي جميع الشروط ديال الموقع وكتكون مسجل في ظرف يعني يومين 3 ايام بالكثير، يعني كيكون الكونت ديالك فيريفي. كيمكن لك تشري بيتكوين، يعني ك مثلا بغيتي مثلا تدخل الفلوس لهذا يعني تشري بيتكوين، كتكليكي على ديبوزيت هنايا ديبوزيت، يعني باستعمال كارت فيزا ولا ماستر كارت، كتحدد المبلغ اللي غادي ندخل، يعني اللي غادي ديبوزي، يعني المبلغ اليومي ما تجاوزش 400 دولار. يعني الشهر يعني ما تجاوز، يعني عندك الحق ديال 2000 دولار شهريا. هنا يومي يعني إلا دخلتي غادخل مثلا يوميا 400 دولار، مدة مثلا 5 أيام تكمل 2000 دولار، يعني ميمكنش لك باقي تدخل الفلوس لهاد الموقع هذا. اوكي، يعني من بعد ما كتدخل الفلوس للموقع، الموقع هنايا كتجي لهنا كتحدد القيمة بالدولار، مثلا يعني كمثال 100 دولار كيعطيك القيمة ديالها بالبيتكوين وكتشري. يعني امور بسيطه جدا، يعني حاجه بسيطه تشري البيتكوين. يعني كنتمنى منكم انكم تكونوا فاهمين، وحاجه ما شرتش ليها، يعني لا خرجتي عفوا، الى مثلا شريتي البيتكوين وبغيتي تنزلو عندك المحفظه ديالك ديال زابو ولا بلوكشين ولا اي محفظه عندك، كتجي لهاد فينانس كتكليكي عليها. الا شريتي مثلا البيتكوين راه يعني كتلقى القيمه ديال الدولار اللي يعني الدولار عندك هنا، يعني اللي شريتها عندك من بعد ما شريتي البيتكوين، وكتلقى البيتكوين عاوتاني هنا، كتجي لويدراو كتكليك عليه، كتدخل يعني القيمه ديال البيتكوين اللي عندك هنا اللي بغيتي تصيفطها لك زابا عندك، يعني جوست عشان تخرجها كامله عندك في زابو، كيكون يعني كتكون كيكون امنه. لكن عندك في المحفظه ديالك كتكون امنه بزاف. كتدخل الادريس ديال الوالد ديالك، تكليك على ويدراو، القيمه اللي كياخذ الموقع الكوميشن ديالو يعني 10% وشي. هاد الموقع هذا باش زوين، يعني تقريبا من بين جميع المواقع اللي استعملت انا كيف في البدايه ديالي، ملي يلاه تعرفت على البيتكوين لقيت هاد الموقع هذا هو يعني ارخص موقع من ناحيه الفائده اللي كياخذ عند لا في التحويل، يعني لا في التحويل ولا في عند شيء، يعني عند تحويل المال، لا عند تحويل المال للموقع كياخذ فائده بسيطه. والا شريتي يعني البيتكوين وبغيتي عاوتاني تشيفطو لاي محفظه، يعني كياخد عليك كياخد عليها نسبة. هنايا يعني كيزيد نسبة ديالو اللي كتوصلك مثلا هاهي، يعني ديما 10% وشي اللي كياخد. ان شاء الله كنتمنى تستفدوا من هذا الفيديو هذا، والله يوفق الجميع الى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم.